بجميع افراد المدينه. من بين الدوافع اللي خلتني نحل هذا المحل هذا هو انه كخلد الذكرى ديال الوالد الله يرحمه اللي كان كيمارس هذا المهنه لمده 32 ما يقارب 32 عام وكما يعلم الكل. وبغينا بهذا الدفع الثاني هو اننا بغينا نعطي واحد الدفعه واحد حله جديده لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء بكافه الانواع ديالها. واللي احنا غادي نكونوا واقفين عليه في هذا المحل هذا هو النظافه اللي بغينا نخليو المواطن يكون مرتاح في التقديه ديال اللحوم من المحل ديالنا. وكنرحب بالافراد المدينه كامله ومرحبا بهم. بالاثمنه غادي تكون اثمنه في المتناول، وكاين بعض الامور الحمد لله اللي حاولنا اننا نطوروها ونقدموها للمواطنين. هذه المناسبه ديال حلول رمضان كنبغي نعلم المواطنين ان الاثمنه غتبقى كما دابا كما رمضان، والله يدخلوا علينا بالهنا وطورة العمر والمدينه كامله. وكنتمنى لاهل المدينه يكونوا الف خير وعلى خير في هذا رمضان المبارك باذن الله.